المشكل اللي عندنا جينا على حساب الوقفه ديال المتقاعدين. حنا رحنا ضايعين في ضربنا السربيس والو ما عطاونا والو، وحنا خوتنا ضيعونا، هاد الوزاره راهم ضيعونا. الى كنطلبوا من سيدنا يشوف معاهم، هاد الوزاره راه غير الخماره. الوزاره راه غير الخماره. يا سيدنا شوف من سوالتنا، يا سيدنا شوف من الحاله ديالنا. ولد الوزير يمشي يقرا في فرنسا في اسبانيا، وانا ساعه السفر ديال ولدي، هذا عيب وعار، عيب وعار سيدنا على هاد الوزاره اللي مضيعيننا. يا ربي يا ربي ياخذ الحق فيهم، يا ربي ما كانوا هما كيقراو حتى راني كناكل الرمل، كناكل المراه ويقخموا فيا، وهو راه كيصمتوا يماه، ودابا جا يدي يعني في رزقي. يا سيدنا الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك ويعز كلامك. إلا شوف من الحالة ديال المتقاعدين والأرملات وأولاد الشهداء، الله على الوطن على الملك. خدمت في ترونسات بطايون أخا، خدمت في ستامريم، خدمت في المحبس، خدمت في الزاك، خدمت في العيون. 1980 خرجت لبرا لغينيا كونتاتوريا، غينيا كونتاتوريا دويت عامين تما، ودابا لا اله الا الله كنشد 28000 ريال. راه عيب وعار، هاد الوزاره راه ضيعونا هاد الوزاره. علاه هما ما يردوش البال؟ واش دابا هو دابا بنتو غتمشي للحلاقه غتشفيها 28000؟ هذا عيب وعار على هاد الشيء. شحال من عام انت في العسكر؟ دوز 22 عام 22 سنه وخرجت ب 28000 ريال، ودابا الوزير بنتو غادي تطبلو غير باش تمشي للحلاقه، الى عطات 28000 ريال ترميها له. هذا عيب وعار سيدي. شكرا لك يا اخي. 21 عام ديال السيرفيس قالوا لهم انتم خارجين في 80، خارجين في 90. كتجبر واحد عنده رتبه تجودان شاف كيتخلص 3000 درهم، وجودان شاف خارج معاه يوم واحد كيعطوه 7000 درهم. هذا منكر كبير، ولهذا احنا كنطلبوا من راعينا الاول باش يشوف هاي القضيه ديال هذه الفئه المجاهده اللي لها الفضل باش بلادنا الحمد لله مستقره. احنا هون في هاي القضيه، قضيه مصيريه، هذه الفئه المجاهده، هذه فئه قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بفضلها باش كينعم بلدنا الحمد لله بالاستقرار، وبفضلها وبفضل سواعدها باش توحدت البلاد ولله الحمد. هذا هما الاشبال المرحوم الحسن الثاني اللي كانوا رجعوا الاقاليم الجنوبيه الى حضيره الوطن الام. هذا الحمد لله ما عطيناه واجب علينا، وعطينا تضحيات من الواجب لوطننا ومن المواطنه اللي احنا نمتازوا بها، ولكن عندنا حقوق وحقوقنا مهضومه، هضموها مسؤوليننا بعلانيه وحولوها لجهات اخرى، وبقينا احنا هون ضحيه ما بين المطرقه والسندان. ولهذا احنا جينا هون كنطالبوا بحقوقنا المشروعه، وملفنا المطلبي موضوع تحت اداراتنا كاملين ومعروف، ولكن ثابت في بلده ما يتحرك. المؤسسة التشريعية اللي مسؤولة عن هذه الفئة كاملة هي مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، ولكن مسائلها ما طبقتها، والقانون اللي جابت به الظهير الشريف اللي جابها ما طبق، يعني قانون 34/97 ما طبق لا وحبر على ورق. ولهذا احنا كنطالبوا براعينا، هو اللي أملنا فيه كبير، وراعينا هو قائدنا الأعلى لقواتنا المسلحة الملكية، رئيس أركان الحرب العامة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وهو راعي هذه الفئة المجاهدة وأملها كبير باش تحقق لها رجاها وتنعطى لها حقوقها اللي مهضومة، ويوقع لها جبر الضرر وتكرم، ويعدلوا لها ياسر من المسائل كيف متقاعدين ديال الدول المجاوره بما فيهم معطوبين الحرب، بما فيهم اسرى الحرب، بما فيهم الناس المطرودين تعسفا، بما فيهم الاخوان اللي هما كيسموا بلي رابلي عفوا الناس اللي كيسموا بلي رابلي اللي خدموا. تميمي مولاي احمد، موكل جهه الشرق، قدماء المحاربين، قدماء عسكريين. هذا
هاد الناس عيب وعار على هاد الحكومه وهاد البرلمانيين باش يخليوا هاد الناس اللي ضحاوا بالغالي والنفيس من اجل وحده الوطن ينزلوا الشارع، ولا من يصغي ولا من يكثريت. هذا عار على جبينهم، وهما ما عندهمش الشجاعه باش يخرج واحد يواجه هاد الناس، ولو واحد فيهم عنده شويه تاع الشجاعه هما كيفوتوا مشارع غير الصالح ديالهم. حكومه يعني فاسده الا جينا نشوفوا، ولا حول ولا قوه الا بالله، وبرلمان فاسد. هما على الاقل يراجعوا المعاشات تاع هاد الناس اللي ضحاوا بالغالي والنفيس وحروا البلاد. واش باقي شي معاشات نتاع 1000 درهم؟ هما الناس استغلهم واستعبدهم شركات الحراسه بثمن بخس لا تغطيه صحيه ولا والو، راه عار على جبينهم، ولا حول ولا قوه الا بالعظيم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.